بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الدروس المستفادة من خلال هذه الآيات التي اشتملت عليها سورة الأعراف. وتكلمنا عن جانب من هذه الدروس استكمالا لها. من هذه الدروس أن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين، فما السبيل لكي أكون منهم، وما السبيل لكي أكون من عباد الله المرحومين. فالله عز وجل كما بين أن رحمته قريبة من أهل الإحسان، وبالتالي الإنسان يفكر كيف السبيل لكي أكون من هؤلاء، وكيف السبيل لكي أكون من عباد الله سبحانه وتعالى المرحومين. قال سبحانه: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ووضع عنه إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يبقى الإنسان لما بيقرأ الآيات ينبغي أن نقف مع الآيات، وما ينبغي أن نتعدى هذه الآيات دون أن ندقق النظر في هذه الصفات التي من خلالها يتعرض الإنسان لرحمات الله سبحانه وتعالى. رحمة الله سبحانه وتعالى العامة شاملة لجميع الخلق، لكن نحن نتكلم عن الرحمة الخاصة كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. فرحمته قريبة من المحسنين، وأهل الإحسان كما وصفهم لنا ربنا سبحانه هم الذين فسأكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يبقى إيمان بالله سبحانه وتعالى، تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، السعي في نصرة هذا الدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اتباع ذلك النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كتب الله عز وجل لهم الفلاح والفوز والسعادة في الدارين. كذلك من الدروس المستفادة أن سبيل الهدى في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو سبيل النجاة والإنقاذ من النار. يبقى سبيل الهدى في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الإنسان أن يسلك طريق الهدى، نقول لك في اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو سبيل النجاة وسبيل الإنقاذ من النار، كما قال وكما بين ربنا سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. دائما هنجد قضية الاتباع، هذا أصل من أصول هذا الدين، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن نسلك ذلك المسلك. وهذا الاتباع في جملة وجيزة ويسيرة هو أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. يبقى أهم الإنسان المسلم هو التفتيش عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرار باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل.
يبقى هذه قضية الاتباع. يبقى قضية الاتباع بعبارة موجزة وهي عبارة سهلة، هو أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. يبقى ده هم الإنسان، هذا شغله الشاغل. يبقى هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أسلك هذا الهدى وهذا الهدي؟ يبقى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبيل النجاة وسبيل الإنقاذ من النار. يبقى لو سعى الإنسان وأراد أن ينقذ نفسه من النار فعليك أن تترسم هذه الخطى التي خطى بها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق رب المستقيم الموصل إلى الجنة. كذلك أيضا من الدروس المستفادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى عقلا وشرعا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا ترى لو أحسن إليك إنسان، هل حنقابل هذا الإحسان بإساءة أم نقابل هذا الإحسان بإحسان؟ فالكل يجتمع على أن الإحسان لابد أن يقابل بالإحسان لا يقابل بالإساءة. وكذلك أيضا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال بني إسرائيل حتى نتعرف على نفسية اليهود، حتى نتعرف على نفسية اليهود. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منها 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجسا من السماء بما كانوا يظلمون. يبقى هل جزاء الإحسان للإحسان؟ إحسان المفترض كده بيتذكر إحسان رب سبحانه وتعالى علينا، أتذكر نعم رب سبحانه وتعالى، وكل نعمة تقابل بالشكر والعبودية، كل نعمة تقابل بالشكر والعبودية، لا تقابل بالجحود ولا بالنكران ولا بالغفلة ولا النسيان. إنسان في حاجة أن يقتطع من وقته ويتذكر هذه النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، وينظر في حاله كيف فعلنا أو كيف قابلنا هذه النعم. يا ترى قابلنا هذه النعم بالشكر العبودية ولا بالجحود النكران أو الغفلة والنسيان؟ يبقى كل نعمة أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى لابد أن ندقق النظر ماذا فعلنا في هذه النعم ومع تلك النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى الجميع يتفق على هذا المبدأ وتلك القاعدة، الإحسان يقابل بإحسان لا يقابل بإساءة. العقل يرفض ذلك وكذلك الشرع، يبقى يرفض أن يقابل هذا الإحسان بالإساءة ولكن لا يقابل إلا بإحسان. فانظر إلى إحسان الرب سبحانه وتعالى علينا، وأحسنوا فالله تعالى يحب المحسنين، والإنسان يسعى أن يكون من أهل الإحسان حتى يقابل وإحسان الرب سبحانه وتعالى إلينا وعلينا بإحسان. يبقى ده حال الإنسان، وإلا انظر إلى حال بني إسرائيل. يبقى هذه من الرب سبحانه وتعالى، هذا إحسان الرب سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل لما كانوا في التيه، انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى وفر لهم الطعام والشراب وكذلك ما يستظلون به من حرارة الشمس، ولكن هم كيف قابلوا هذا الأمر؟ يبقى بالجحود والنكران، بالغفلة والنسيان، بالإساءة، لم يقابلوا هذا الإحسان بإحسان، فأنزل الله عز وجل عليهم ذلك العذاب مقابلة ما فعلوا. فلذلك ما قال وكما بين سبحانه: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، تلاعبوا بشرع ربهم سبحانه وتعالى، فكان التبديل والتغيير تلاعب من هؤلاء القوم. لكن في الحقيقة أن مصائب هذا التلاعب لا يعود إلا على الفاعل، الله تعالى لا يضر شيء، لا يضر سبحانه وتعالى بما فعل ومعاصي أو مخالفات، كما أنه سبحانه وتعالى لا ينتفع بما يفعلون من طاعات، لكن كل ده في صالح الإنسان. هذه الشريعة أتت لكي تحقق مصالح الإنسان في العاجل والآجل وتدفع عنه المضار في العاجل والآجل. يبقى أي أمر إحنا بنقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لصالح الإنسان، الله تعالى شرع لنا هذا الأمر الذي أمر به لصالح الإنسان، إن فعل ذلك هذا الأمر يقود إلى الجنة، وإن خالف ذلك
ذلك فقد انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، فإنه لا يضر الله شيئا، ولكن هذه المضرة لا تعود إلا على هذا الفاعل. لذلك كما قالوا كما بين ربنا سبحانه: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. إما أن هو يبقى غيروا في مبنى الكلمة، أو أن هم أولوا الكلام على غير الوجه الصحيح. فأرسلنا عليهم ركسا من السماء بما كانوا يظلمون. يبقى لماذا أنزل الله عز وجل عمله العذاب؟ يبقى بما كانوا يفسقون، بفسقهم وبمخالفتهم وانحرافهم عن منهج ربي سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الدروس المستفادة: فلتؤدي الحق الذي عليك، فأنت لست بمسؤول عن النتائج. فسبيل النجاة في الدنيا والآخرة بأداء ما افترض الله عز وجل عليك. يبقى فلتؤدي الحق الذي عليك، الذي أوجبه الله عز وجل علينا، وأنت لست بمسؤول عن النتائج. وده من فضل الله سبحانه وتعالى، إن الداعي لدين الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن النتائج، ولكن يسأل عن أداء لذلك الواجب، يسأل عن أداء لذلك الواجب. الأمر معروف والنهي عن المنكر لا يسأل عن استجابة الناس، ولكن يسأل عن أداء لذلك الواجب. هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى أننا لا نسأل عن النتائج، وإلا كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد، لم يستجب له أحد، ولكنه ما قصر في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وفي تعريف الناس بربهم، وما قعد عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى لما قابل الناس هذه الدعوة بالسخرية أو الاستهزاء وغير ذلك. هذا لم يثني عن قيام بالأمر. ولذلك فلتؤدي الحق الذي عليك، فأنت لست مسؤول عن النتائج. فسبيل النجاة في الدنيا والآخرة بأداء ما افترض الله عز وجل عليك. ولذلك كما بين وكما ذكر ربنا سبحانه: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ربنا سبحانه وتعالى بين أنه نجى هذه الطائفة التي أنكرت هذه المخالفة على من فعلها. وعلى الرغم أن الموقف واضح أنهم ينتظرون العذاب من ربهم سبحانه وتعالى لمخالفتهم لأوامره، ولكن هذه الطائفة قامت بالواجب: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى أول أمر معذرة، يبقى أدينا الواجب اللي احنا أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى إعذارا إلى الله عز وجل. الأمر الثاني: لعلهم يتقون، يعني عسى أن يتسلل الإيمان إلى قلوبهم فننقذ من استطعنا إنقاذه. وبالتالي يبقى ده قيام العبد بالأمر، وإنت لست مسؤول عن النتائج، لكن أدى الواجب الذي عليه. وطالما أن العبد لا يسأل عن النتائج، يبقى عليك أن تؤدي ذلك الواجب. إن طلب منك أن تنادي في الناس فلتنادي في الناس، وأنت ليس مطالب باستجابة أو تحاسب على استجابة الناس، يبقى أنت مطالب بالمناداة فينادي في القوم ويعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم. من استجاب نجا، ومن لم يستجب فلا مضر على ذلك الداعي طالما قام بذلك الواجب الذي أوجبه عليه ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كما قال وكما بين ربنا سبحانه وكما فسر ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى سبيل النجاة في الدنيا والآخرة بأداء ما افترض الله عز وجل عليه. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. كذلك أيضا من هذه الدروس التي تستفاد: الدنيا والآخرة أي الدارين أحب إلى قلبك؟ أحد يقف وقف مع النفس كده، هل فعلا أنا الرغبة عندي للدنيا ولا الرغبة للآخرة؟ وسلوك الإنسان هو الذي يحدد هذا الأمر. يبقى ما أيسر القول لما نقول إحنا حنقارن ما بين الدنيا والآخرة، حنذهب بين الدنيا والآخرة، فأي كفتين أرجح؟ حنقول كفة الآخرة. لكن الإجابة عن طريق السلوكيات. هل يا ترى السلوك بيقول إن إحنا عندنا الرغبة في الآخرة، وأن الرغبة في الآخرة هي المقدمة على الرغبة في الدنيا، وأن رغبة العبد في الدنيا تتراجع أمام الرغبة في الآخرة؟ فالدنيا دار والآخرة دار، فأي الدارين أحب إلى قلبك؟ أي الدارين أحب إلى قلبك؟ إنسان بصير بحاله
وبصير بعيوبه وآفات النفس. فالدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة، أي دارين أحب إلى قلبك؟ أي دارين تجد في قلبك الرغبة إليها؟ فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا من أحوال أيضا اليهود حتى نعتبر ونطعف، يبقى دي أمة كانت على كتاب، أمة لها كتاب، وكانوا يسلكون الطريق المستقيم بإنقيادهم لأوامر ربهم سبحانه وتعالى الذي اجتمع عليهم ذلك الكتاب، ثم انحرفوا بدلوا غيروا في الكتاب، يبقى دي كانت أمة قائمة على كتاب وكانت على الطريق المستقيم، انحرفت عن منهج ربها، انحرفت عن صراط ربها سبحانه وتعالى المستقيم، وكان ذلك بأنهم بدلوا وغيروا في شرع الله سبحانه وتعالى. فلذلك أي الدارين أحب إلى قلبك؟ سلوك الإنسان هو الذي يحدد، يبقى السلوك، يبقى لسان أو دلالة الحال هي التي يستدل من خلالها على مكانة الدنيا والآخرة في قلبك. يبقى ما أيسر الكلام، نحن نقول والآخرة خير وأبقى، ده لا نسبة ولا تناسب بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة، ده متاع الدنيا حقير بالنسبة لمتاع الآخرة، ويكفي كما قال ربنا سبحانه وتعالى الآخرة خير وأبقى. بكل ده كلام ممكن بنتكلم به، لكن يا ترى السلوك يتفق مع ما نتكلم به؟ هل دلالة الحال تدل على وتتفق مع لسان المقال، ولا في تباين بين لسان المقال ولسان الحال؟ فالإجابة دائما تكون من خلال السلوكيات، تكون من خلال السلوكيات. يبقى هو يقول أنا الرغبة عندي في الآخرة، ولكن لماذا تقصر في طاعة الله؟ يعني كانت الرغبة فعلا موجودة، يبقى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أراد الآخرة دي إحنا لا نطلع عليها، لأن دي يبقى في القلب، يبقى ده عمل من أعمال القلوب. أراد الآخرة يبقى وسعى لها سعيه، بنستدل بسعي على مطلبه، بنستدل بسعي على ما أضمره في قلبي. يبقى هو أراد الآخرة لكن لم يسعى سعي الآخرة، يبقى فين إرادة الآخرة؟ يبقى دلالة الحال وسلوك الإنسان بيستدل من خلاله على ما في قلبه. لذلك يبقى الدنيا والآخرة أي الدارين أحب إلى قلبك؟ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى طلب الدنيا والآخرة، يبقى ممكن الإنسان بلسان المقال، وده الحال الموجود، إحنا بلسان المقال بنقول الآخرة، الآخرة خير وأبقى، لكن السلوك منافي تماما. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى مقت من فرق بين القول والعمل، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى القول والعمل، ودايما كده القاعدة اقتضاء العلم العمل، احنا بنتعلم مسألة ونطبق ذلك في واقع الحياة. لذلك المفهوم الخاطئ هو قد المفهوم الخاطئ يوصل إلى أعمال ونتائج سيئة خاطئة، كده دايما بيؤكد القرآن على تصحيح المفهوم، على تصحيح المفهوم وتصحيح المضمون. فالمفهوم الخاطئ بيوصل إلى أعمال ونتائج سيئة خاطئة. نفس الآية، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يبقى بيمني نفسه قبل ما يذنب، قبل ما يفعل مخالفة هستغفر ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده مفهوم خاطئ. يبقى استغفار رب سبحانه وتعالى أو طلب المغفرة ليس مع وجود الإصرار على الفعل، ده الفعل لم يوجد بعد ولكنه مصر على الفعل، وبالتالي الشيطان بيتسلل إليه ويتلعب بهذا الإنسان، يقول أنه سيفعل ثم يستغفر، ثم يستغفر. ده الكلام ده هو إنسان فعل وقع في الأمر وبعد ذلك كان الندم والتألم من هذه المخالفة والعزم الأكيد على عدم العود وإقلاع عن ذلك الذنب وهذه المخالفة، وبيطلب من رب سبحانه وتعالى الاستغفار، لكن هو مصر على المخالفة ثم يستغفر بعد ذلك. يبقى ده مفاهيم خاطئة. كيف رأيت أن الرب سبحانه وتعالى غفور رحيم؟ هل
الرب سبحانه وتعالى غفور رحيم معناها أن يتجرأ الإنسان ويتعمد المعصية، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم حينشئ الحياء من الله سبحانه وتعالى، وإن نشأ ذلك الحياء حيبقى حاجز أن يواقع الإنسان المعصية، لكن مصر على فعل المعصية وبيدخل إليه الشيطان وتسلل من هذا الباب أن الرب سبحانه وتعالى غفور رحيم. لذلك ما قال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ويأخذوا الرشاوي والمال الباطل وحنستغفر ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا، ويتيم عرض مثله يأخذون، بيكرر الأمر دائما، يبقى أفعل وأتوب، فعل وتاب، ثم برضك هي نفس القاعدة. يبقى ده مبدأ عنده، مبدأ إن هو مصر على المعصية والمخالفة وأن الرب سبحانه وتعالى غفور رحيم. وهو لم يقرأ أن الله سبحانه وتعالى كما قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. مين اللي هيغفر له الذنب بقى؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، زي ما رحمة ربنا سبحانه وتعالى واسعة، نعم رحمة العامة، لكن بالنسبة للرحمة الخاصة فستكتب لمن كان مشتملا على ما قال الله عز وجل من الصفات: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر إلى آخر الآيات. يبقى دي الرحمة، عشان أنا أتعرض لهذه الرحمة الخاصة لابد أن أنا أكون من أهل هذه الصفات، من هذا الصنف الذي اشتمل على هذه الصفات لكي نتعرض إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا: وإن الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى تاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى وأصلح ما أفسد واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء يصرون على المعصية، ويتيم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، يعني عارفين النصوص. يبقى احذر أن نعرف النص ثم نخالف، احذر أن نعرف النص ثم نخالف. والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. يبقى العاقل كده هيقدم الدنيا ولا الآخرة؟ يبقى العاقل بيوجب على الإنسان أن يقدم الآخرة، لأن من ناحية المقارنة أو الموازنة هنجد الكفة الراجحة للآخرة. الدنيا لا قيمة لها ولا وزن أمام الآخرة، ده بالحيثيات. يبقى هذه بالحيثيات، ذكرنا قبل ذلك أن الدنيا دار والآخرة دار، أو الدنيا سلعة والآخرة سلعة. الدنيا سلعة بنبذل فيها أثمان باهظة لكي نحصل عليها، والمتاع بتاعها متاع محدود ومملوءة بالعيوب والآفات. الآخرة كسلعة، يبقى الجنة كسلعة، يبقى لا آفة فيها ولا عيب. الثمن المبذول للحصول عليها ثمن زهيد، يبقى طاعات في عمر وجيز مقابل متاع ممتد غير منقطع، والمتاع ده لا عيب فيه ولا آفة. يبقى لو احنا تعرض علينا سلعتين، اي سلعتين هنختار؟ يعني هنتفق جميعا بلا استثناء انه من اختار السلعة الاولى التي بها عيوب والثمن بها كبير جدا والمتاع بها قليل، لو اختار هذه السلعة على الاخرى لقلنا هذا انسان سفيه، هذا انسان سفيه لا يفعل ذلك الا مجنون. يبقى بالحيثيات، وربنا سبحانه وتعالى لما قال والآخرة خير وأبقى، كل ده إثباتات موجودة في القرآن. ليه؟ لماذا كانت الآخرة أفضل من الدنيا؟ يبقى الحيثيات موجودة والجزئيات والتفاصيل موجودة، تفاصيل موجودة، وبالتالي يبقى بعد المقارنة والموازنة يبقى فعلا الآخرة خير وأبقى. إن كانت كذلك يبقى أسعى سعي من أراد الآخرة. يبقى عرفنا الحق، لماذا لم تلتزم الحق؟ لماذا لم تعمل بالحق؟ يبقى هل يا ترى هو المطلوب مني ان انا اعرف الحق، اعرف الحق، اعرف الحق واقف عند هذا الحد؟ ده انا بنعرف الحق عشان نلتزمه لكي اعمل من خلاله، ولكن اعلم الحق ثم انحرف عنه. ما اليهود نفس القصه، عارفين الحق وانحرفوا عنه كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. كذلك من الدروس المستفادة الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة، والجدية في الالتزام والسلوك. يبقى المطلوب هو
أن احنا بنسعى لمعرفة الحق والعمل من خلاله وأن نلتزم هذا الحق. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم المطلوب خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يبقى إيه المطلوب؟ الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة والجدية في الالتزام والسلوك. يبقى الجدية إن احنا بنسعى لمعرفة الحق ثم أن نلتزم هذا الحق أن نعمل من خلاله. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يبقى لابد أن يكون من السمات الأساسية المركبة فينا هو الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة والجدية في الالتزام والسلوك. يبقى الإنسان بيبحث ويفتش في داخل النفس هل فعلا النفسية المركبة عندنا إن أنا فعلا أنا أحب الحق ونؤثر الحق على غيري، هل فعلا أنا بسعى لمعرفة الحق وأن أطبق والتزم هذا الحق. ويبقى ممكن الإنسان بيسعى بيتعلم الدين ولكن كثقافة ليس كتطبيق، لكن احنا بنسعى نتعلم ما هو المطلوب لكي أطبق لكي أطبق. يبقى احنا بنسعى كده، يبقى بتطلب الآخرة تسعى لها سعي من طلب الآخرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. الأخذ بالجدية يبقى الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة. يبقى لا مهودة أو لا تهود الإنسان مع نفسه. الإنسان ممكن بيأتي بمبررات والأعذار لنفسه بيعذر نفسه وبالتالي بينحرف. النفس أمارة بالسوء، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس دي يبقى أمارة بالسوء، احذر احذر من نفسك التي تأمرك به السوء أو المخالفة. يبقى لابد أن أنا أجاهد نفسي. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كذلك أيضا من الدروس المستفادة أن كل مولود يولد على الفطرة، يولد على التوحيد، يولد على لا إله إلا الله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يبقى الكل بيولد على الفطرة، يولد على التوحيد، يولد على قول لا إله إلا الله. إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله عز وجل أبطل حجج وأعذار المعاندين المكذبين بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فلا حجة لهم على الله بعد الرسل. الله تعالى أبطل حجج وأعذار المعاندين المكذبين. إنسان بيفعل مخالفة وبيأتي لنفسه بمبرر، بيأتي لنفسه بالمبرر. فالله تعالى أبطل حجج وأعذار المعاندين المكذبين بإرسال سبحانه وتعالى الرسل وإنزال الكتب، فلا حجة لهم على الله بعد الرسل. ولذلك كما قال ربنا سبحانه أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يبقى ربنا سبحانه بيّن لنا الطريق وبيّن لنا هذه معالم الطريق المستقيم، الأدوات إحنا بنحتاج لها، الوسائل والمقومات عشان إحنا نسير في الطريق المستقيم بلا انقطاع. يبقى كل ذلك بيّن واضح. يبقى كل مولود يولد على الفطرة على التوحيد، يولد على قول لا إله إلا الله، وربنا سبحانه وتعالى قطع أعذار هؤلاء، فلا عذر للإنسان على أن يكفر برب سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما بين وكما ذكر أنه جل في علا أرسل الرسل وأنزل الكتب يعلمون الناس ما هو المطلوب ويعرفون الناس بربهم المعبود. أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى ليه أنزل الكتب وإيه مهمة الرسول؟ تعريف الناس بربهم ودعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى كما استمعنا إلى الآيات. ما من نبي أرسل الله عز وجل إلى قومه إلا وكانت دعوة هذا الرسول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وكان يعرف القوم بربهم المعبود سبحانه وتعالى، وأنه تفرد سبحانه وتعالى في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته فلا يسمي شيء وهو وليس له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فلا حجة على القوم على الله سبحانه وتعالى بعد الرسل. والإنسان عارف الحق لأن هو مفطور على كده، بيولد على كل مولود يولد على الفطرة
وبعد كده بيطرأ التغير، أبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء الذين أنكروا وجود الرب سبحانه وتعالى يعلمون أنهم يكذبون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كبر، الكبر بيفعل كده، كبر بيدفع الإنسان للعناد والتعنت. طب لما بيعاند ويتعنت، طب لصالح مين؟ ده ضد نفسه، يعني الإنسان ده بيبقى ضد نفسه. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. عرفوا الحق، لماذا لم يلتزموا؟ لماذا انحرفوا؟ لصالح من؟ يبقى لصالح من؟ هم يعملون لصالح إبليس، وهم يعملون ضد مصلحة النفس، مصلحة في التوحيد عشان إنقاذ البدن حتى لا يحرق بالنار. ولكن هو العناد والتعنت والاستكبار منعوا من قبول الحق، وجلب على نفسه المضرة بذلك. فلذلك وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى ليه أتت الأحكام والتفاصيل وتعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى؟ لعلهم يرجعون إلى فطرتهم التي انتكسوا عنها. يبقى الإنسان بيولد على الفطرة، بعد ذلك بتحدث الانتكاسات والتغير يحدث ويطرأ على ذلك الإنسان، لأن لذلك الأصل التوحيد والشرك ده طارئ. يبقى الأصل كده التوحيد، يبقى المولود ده بيولد على التوحيد، وبعد كده بتأتي بقى الشرك، ده أمر طارئ. التغيير بيحدث يبقى هو بالإشراك بالله سبحانه وتعالى، فعل المعاصي، فعل الموبقات. ده طفل لسه مولود، مولود على الفطرة، مولود على لا إله إلا الله، مولود على الإسلام، ولكن بيحدث بعد ذلك التغير. فالله تعالى من رحمته، من إنعامه، من إحسانه بنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، وحتى نتعرف على ما هو المطلوب، وحتى يقطع ذلك العذر الإنسان، حتى لا يكون لا حجة على الله تبارك وتعالى من بعد الرسل. كذلك أيضا من الدروس المستفادة اقتضاء العلم العمل. يبقى دي قاعدة كبيرة كده محفورة في القلب، اقتضاء العلم العمل. يبقى المسائل اللي احنا نتعلمها يبقى انظر الى تطبيقاتها، يبقى انظر الى التطبيق. يبقى المسائل اللي اتعلمناها ده الحق، يبقى فين العمل به؟ فين التزام الحق؟ فاقتضاء العلم العمل، واحذر من علم لا ينفع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ذلك. واحذر أن تتكسب بالدين، فلا تكن أنت القنطرة التي يمر عليها الناس إلى الجنة. اقتضاء العلم العمل، يبقى كل مسألة احنا بنتعلمها يبقى ما هو السلوك الذي أنشأته تلك المسألة، ايه فين التطبيقات؟ يبقى ده علم، يبقى فيه تطبيق، علم وعمل، يبقى دي جملة واحدة، هذه جملة واحدة، يبقى مكونة من لفظتين لكن هي جملة واحدة، علم وعمل، يبقى شيء واحد. والكلام ده احنا بنقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى، دايما الاقتران بين الإيمان والعمل الصالح، مفيش انفكاك بين الأمرين. يبقى الإيمان يوجب العمل، اقتضاء الإيمان أن نعمل، اقتضاء العلم العمل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا ذلك المثل، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يبقى ده مثله كمثل الكلب، صورة الإنسان ما يتمناش أن يوصف أبدا بهذا الحيوان، ده من أخص الحيوانات. فالإنسان لو أراد، يعني لو كان هناك سب وشتم ونسب هذا الإنسان وقلنا أنت أو فلان كالكلب، فعند ذلك يشتد غضبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا هذا المثل وقال العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني أي إنسان يحب أن يكون على هذه الصورة، يبقى صورة عشان ينفر الإنسان من المخالفة، ينفر لا تفعل الطاعة ثم تتندم أو تتأسف على فعلها، أن فعلناها مع فلان وفلان وهذا لا يستحق أنت تفعل الطاعة لله سبحانه وتعالى. يبقى العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، وده أيضا حال الذي يعلم من آيات الله سبحانه وتعالى ثم ينصرف عن هذه
الآيات فانسلخ منها فلم يعمل بها واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. يبقى العلم ده احنا بنطلب به الآخرة، لكن ده علم طلب به الدنيا، مش هو العلوم الدنيوية، لكن علم الدين بيطلب به الآخرة. لكن تخيل ان هو بعلم الدين طلب الدنيا، لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى فانسلخ منها. احذر ان تتكسب بالدين فلا تكن انت القنطرة التي يمر عليها الناس الى الجنة. واتل عليهم نبأ الذي اتيناه واتينا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا اياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يبقى الإنسان لا تأمن لمكر الله فإن العاقبة مطوية، من ضمن الدروس المستفادة لا تأمن لمكر الله فإن العاقبة مطوية. ساعات الإنسان يأمن أنه في طريق الالتزام وبيعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وأنه يعني يفعل الطاعات ويستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى فيأمن إلى ذلك، ولكن العاقبة مطوية. احذر على نفسك، قد لا يكون بينك وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليك الكتاب فتعمل بعمل أهل النار، فعند ذلك مآلك أو مآل هذا الإنسان يكون إلى النار. لا تأمن لمكر الله فإن العاقبة مطوية. هذا أيضا من خلال هذه الآيات. واتل عليهم نبأ الذي أتيناه وآتينا، اتعلم العلم ولكن سلخ منها لم يعمل بما يعلم، واتبع فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا آياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. كذلك من الدروس المستفادة ما هو قرارك الذي ستتبناه بعد رؤيتك لهذا المشي، هل تفكرت في هذا المثل؟ يبقى ده مثل ضربه لنا ربنا سبحانه وتعالى. وكثيرا إحنا ما بنؤكد أن المثل لا يمر على الإنسان هكذا، ده لم يأتي المثل من باب التسلية أو التسرية ولكن من باب أخذ العبرة والعظام. ما هو الإرشاد والتوجيه الموجه إلينا من خلال ذلك المثل؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فما هو قرارك الذي ستتبناه بعد رؤيتك لهذا المشهد؟ هل أنت تتمنى أن تكون أنت صاحب ذلك المشهد؟ نقول لا، سن المسلم لا يتمنى ذلك أبدا، ولا يتمنى أن يوصف بذلك الوصف بأخص الحيوانات، ولكن كما قال لنا ربنا سبحانه أن هذا لم يوصف بأخص الحيوانات إلا كنتيجة أنه علم العلم ثم انسلخ منه، لم يعمل ولكنه تولى وأعرض، وبالتالي يبقى في قرار، يبقى قراري ألا أكون على هذه الشكلة. يبقى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا، مثله كمثل الحمار، يبقى بيحمل أصفار مع النصوص لكن عمله على خلاف هذه النصوص. وبالتالي الإنسان ممكن يبقى بيصلي ويصوم ولكن كان هناك خصومة، إن كان هناك نزاع بينه وبين آخر قلنا له تعالى تتحكم إلى كتاب الله، قال لا، وهو لا يتحكم إلى كتاب ربه. أين الإيمان؟ ده موجب الإيمان يوجب عليك، ده مقتضى الإيمان، يبقى أن تتحاكم، يبقى دي عبودية الله سبحانه وتعالى، نحن نتحاكم إلى شرع سبحانه وتعالى. فيحذر على ذلك، احذر، فيبقى الإنسان حامل النصوص ولكن عمله مخالف النصوص. يبقى هل النصوص دي هتنجي الإنسان؟ هتنجيك بس بالعمل بها بالتزامها، بأن نحن نسلك السلوك الصحيح في تطبيقنا لما نتعلمه من كتاب الله سبحانه وتعالى. فما هو قرارك الذي ستتبناه؟ إحنا قضيتنا بتبقى قضية قرار، عرفنا الحق لكن لم يأخذ القرار بالتزامه، يبقى عرف الحق لكن لم يأخذ القرار بالتزامه، يبقى لماذا لم تفعل كذا؟ إيه اللي منعك؟ لأنه لم يأخذ القرار بالتزامه. فالإنسان يحذر، يبقى مش معرفة الحق فقط هو المطلوب، ولكن إحنا هنعرف الحق ولا بد ان احنا نتبنى، يبقى ناخذ القرار بالتطبيق. لذلك لما قرانا الكلام دوت فما هو القرار الذي تتبناه بعد رؤيتك هذا المشهد؟ هل تفكرت في هذا المثل؟ واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منهم لا تكن انت هذا الرجل، يبقى لا تكن انت
هذا الرجل فأتبعه الشيطان فكانوا لغوين والشيء رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا آياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس المستفادة إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.